يسعد اوقاتكم جميعا واهلا وسهلا ومرحبا فيكم فيديو جديد. فيديو اليوم نعمل القرعة على خمس اسلحة اللي هي التاجي، نشوف مين حيربحهم ماذا. قبل ما نبلش لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم اي جديد وتعملوا لايك للفيديو، ويلا خلونا نبلش. اول شي بدي احكي عنه اللي هو التعليقات اللي كانت عم بتصير على الفيديو تبع السحب الجائزة. انا طلبت منكم انه تحطوا بتعليق عدد الكلات والهاشتاج المذكور باخر الفيديو كرمال اعرف الناس المتابعين للقناة مظبوط هنن اللي يربحوا، مو واحد غريب فايت جديد على القناة وبس فورا بده يربح الجائزة. بس للأسف انه في كتير ناس ما عرفوا يحطوا الهاشتاج، كانوا بيحطوا الهاشتاج تبع الجيف اواي الاساسي، ما بيحطوا الهاشتاج اللي باخر الفيديو، مع اني انا كنت مركز عليها وكذا مرة عدت بالطرح الفيديو وقلت لكم حطوا الهاشتاج اللي باخر الفيديو، كتبت بالوصف تبع هذا حطوا الهاشتاج باخر الفيديو، وكل واحد عربي بعرفه من المتابعين كان يحط تعليق غلط روح نبهه اللي رب التعليقه. بس رغم هيك كان في ناس ما زبطت تعليقها، كمان في ناس ما التزمت بالقواعد وكان بتكرر التعليق، مثل عندكم الشاب هون منصور كان مكرر تعليقه شي 5 مرات، هو التعليق اصلا غلط بس رغم هيك كان مكرره 5 مرات، فتلقائيا حيستبعد لما حنعمل السحبة ما حيدخل، حتى لو كان جوابه صح، حتى لو حاطط الهاشتاج صح كان ما حيدخل القرعة. طيب هلأ بدي نبلش القرعة. مثل ما تكون شايفين حطيت رابط الفيديو وحطيت الهاشتاج اللي بدي فلتر عليه وطلع عندي 16 مشاركة اللي حيكون القرعة بيناتهم. من ضمن هدول 16 غالبا في ناس ما حاطين الجواب الصح، فاللي ما حيطلع اسمه وما يكون ذاكر عدد الكلات الصحيحة اللي جبتها بالفيديو رح يكون مستبعد من هلا. فنبلش مع اول اسم ونقول بسم الله. واول رابح معنا اليوم اياد، مبروك يا اياد. اياد اول رابح معنا لليوم. راح ناخد كمان الاسم الثاني معنا لليوم. الاسم الثاني واحد اجنبي، طبعا بالكومنت تبعه حاطط ثانكيو، حاطط هذا وحاطط المنصة، مو حاطط عدد الكلات، فهذا ما بيتأهل عن الربح لهيك ما حينحفظ اسمه. If you watch this video my friend you not win this trophy because you didn't mention how many kill I get with Fafnir so you didn't win with this gift. الرابح الثاني معنا محب القرآن، محب القرآن حاطط الاي دي، حاطط عدد الروبوتات صح 9، مبروك يا محب القرآن. الرابح الثالث معنا لليوم جون فروست، congratulations my friend you win with us this gift you mentioned the right hashtag and you mentioned the right number of the kill with my Fafnir. الشاب ربح لانه محقق كل الشروط. الرابح الرابع لليوم معنا ايمن انمي، اخ يا ايمن حاطط الهاشتاج صح بس مو حاطط عدد الكلات. للاسف ايمن ما حيربح كمان لانه مو ذاكر عدد الكلات، فللاسف يا ايمن اذا عم تشوف هذا الفيديو ما حتربح لانك مو ذاكر عدد الكلات. للرابح اللي بعده الرابع لسه دام كرو، ويه اوكي جي جي
دام كرو يو وين ويز اس بيكوز يو منشن ذا هاشتاج رايت اند ذا نمبر اوف كيل رايت يو ار ذا فورس وينر ويز اس توداي. واخر رابح لليوم طارق، ان شاء الله الف مبروك يا طارق، ذاكر عدد الكلات وذاكر الهاشتاج صح. الف مبروك لكل اللي ربحوا معنا اليوم، كنت بتمنى انه الشباب كل اللي معلقين يكونوا ذاكرين الهاشتاج صح وحاطين عدد الكلات، بس تلافيا للموضوع وبعرف في عالم عم تاخد كوبي بيست الاجابات، باذن الله المسابقة الجاية حتكون عن طريق فورم على الجوجل بحيث ما حدا يشوف الاجابات تبع كل الباقيين. وبس كان هذا فيديو اليوم، ان شاء الله بشوفكم فيديوهات جاية وبشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.